صافي الكبيداتي، شوفوا معايا هنا غنفتحها معكم باش تشوفوها بالله راه طايبه. شوف شوف شوفوا تبارك الله، شوف كتفرتت البنات. شوفي اختي، شوفي شوفي ها شفتوا انت 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 اختي، شوفي فن الكبيده، فن فن فن. ان شاء الله تجربوها وين الاعجاب ديالكم. الفكره اللي عطيتكم اليوم سهله ماهي كبيداتي. انتم اختي الصحه والراحه، الصحه والراحه. قطع اختي واحد شويه اختي، شتو باقا سخونه كتفرتت. بنينا البنات، بنينا. ننصحكم ديروها بالصحه والراحه كبيدات البنات. كنتمنى تكونوا بخير وتحبوا على خير. كيف ما كتشوفوا البنات اختي جاب لي ولدي البطاطا، شوفوا انت شوف شوفي على البطاطا هانت جابها لي، قال لك اختي نصايبها ليه في الفران. شوفوا تبارك الله كبيره كبيره هذه. كل شنو كيسميها بطاطا حلوه، بطاطا الميريكان، المهم بزاف تسميات بزاف تسميات عندها اختي. هنا طريقتها راه ساهله، غندخلها للفران. الفران راه شعلتو، المهم هي كتعرف شويه الوقت. هنا عندي ها نتوما الكارطه ديال الفران، وعندي الالومنيوم هنا اختي لتحت. شد اختي هذوك البطاطات ها نتوما شوفوا معايا، شد اختي هذوك البطاطات. المهم انا غندير واحد الورقه اخرى اللي هذه ما غاديش تقد فيها هكا. نزيد اختي، نزيد اختي الورق، نزيد عاوتاني هذا هكا ياكو. وناخذ اختي هاد البطاطا، شوفوا معايا هاد الدريات كبارات الكبيدات شفتو اختي. عندي هنا شويه الملح غير الا بغيتو اختي، انا ولدي راه ما تيبغيش الملح. المهم انا درت غير واحد شويه. هنا اختي عندي الزيت، شوفوا حطيته باش يتقطر ليا عاد عمر تبقى على الطاله. واحد شوفي غير واحد النقيطات هكا ياكو. صافي اختي وشدي هاد البطاطا، كيف ليكم التوابل كاين اللي كيبغى التوابل كاين كيبغى. انا ولدي كيبغى هكا في الزيت العود والملح، غير درت واحد شويه، انا كنبغي الملح. شوفوا معايا صافي اختي اختي، وكتحبيها شوف ياكي. ايوا ها نخليها معايا للفران، من بعد ما طاب ان شاء الله نتلاقاو الكبيدات. البنات شوفوا بعد ما خرجتها البنات من الفران، واحد الساعه ديال الماء كان في الفران البنات، لان البطاطا اصلا راها كبيره. ها نتوما البنات باقا ما حليتهاش نهائيا البلاصه، هي كنحلها قدامكم كيف ما كتشوفوا معايا. شوفوا البنات شوفوا اختي، شوفي معايا شوفي اختي، شوفي شوفي انت شتي، شوفي معايا صافي البنات بحال هكا. ها نتوما شوفوا طابت الكبيدات بحال هكا. كاين اللي كردها الفران هي ريانة تحمر، كاين اللي كيخليها هكا، انا بنخليها غير هكا حيت انا ولدي بغاها ليا غير بحال هكا الكبيدات. شوفوا معايا اختي شوفي شوفي انت، نقرب ليك اختي باش تشوفي. صافي الكبيداتي شوفوا معايا هنا غنفتحها معكم باش تشوفوها بالله راه طايبه. شوف شوف شوفوا تبارك الله، شوف كتفرتت البنات. شوفي اختي شوفي شوفي ها شفتو انت 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 اختي، شوفي فن الكبيده، فن فن فن. ان شاء الله تجربوها وين الاعجاب ديالكم. الفكره اللي عطيتكم اليوم سهله ماهي كبيداتي. انتم اختي الصحه والراحه، الصحه والراحه. قطع اختي واحد شويه اختي، باقا سخونه كتفرتت. بنينا البنات بنينا، ننصحكم ديروها بالصحه والراحه كبيدات.